الرحمن الرحيم. اليوم الاول لعمليات تطهير صحراء الانبار، راح نراويكم احدى العجلات المفخخه شلون طلعت وتم تصديها وتفجيرها من قبل الحشد الشعبي لواء علي الاكبر. طبعا هذه العجله، نجي هنا نراويكم هذه العجله الان راح تطلع. شاهدوا العجلة، هاي العجلة طلعت الآن. مش الطيارة، الطيارة قدامك. راح شوف العجلة، شوفها. هذه العجلة طلعت، طبعا هي بنص القوات كانت نابضة في أحد الدور السكنية. قلنا اليوم هو اليوم الأول، طبعا الدبابة ضربها ما أجت بيها، طبعا ما حد جاي يشوفون الشباب. هذا ابو الدبابات، شو اسمه حجي؟ هذا ابو الدبابات ابو حسنين. شوف ابو حسنين البطل، شوف الابطال يعني، شوف. ولا كانه مفخخه بصفهم، ولا كانه. شوف ابو البي ام بي 1 شلون ضربه البطل، صفاء ابو البي ام بي 1 شلون ضربه، الحمد لله. وشوف الابطال، شوف شلون قاموا، ولا كانه هذه مفخخه. طبعا مثل ما قلنا العمليات مستمرة. اليوم الأول انتهى تحرير أكثر من 27 كيلومتر بالصحراء. الأبطال لواء علي الأكبر اليوم تم الواجبان بالكامل والتمام، الحمد لله وشكر. فجروا أكثر من 4 مفخخات، هاي واحدة منهم مصورة، البقية كذلك هم مصورينها. العمليات مستمرة إن شاء الله. هذا الأسبوع يعتبر داعش منتهي بالعراق نهائيا إلى الحدود السورية. لا تنسونا من الدعاء. السلام عليكم.